الندوة الصحفية اللي تعقدت اليوم هي بالأساس الهدف الأساسي نتاعها هو تسليط الضوء على مسألة التعذيب والإفلات من العقاب بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التعذيب اللي يناسب يوم 8 مايو. المناسبة هذه هي بطبيعة الحال تجمع كافة الأطياف المدنية والديمقراطية في تونس من منظمات مجتمع مدني، منظمات وطنية ودولية بطبيعة الحال، وفي الإطار هذا يعني كانت مناسبة للتجديد على أهمية العدالة الانتقالية بصفتها عدالة مفصلية للتوانسة الكل، على اعتبار أنها أحسن دليل على مدى التزام خلينا نقولوا الدولة التونسية مكافحة الإفلات من العقاب وظاهرة التعذيب في تونس اليوم اللي للأسف مواصلة في يعني خلينا نقولوا استهداف فئات معينة. نتحدث هنا على الفئات في وضعية هشاشة من شباب إلى مهاجرين وغيرهم من باقي الفئات. بالتالي نشدوا ونأكدوا على ضرورة يعني تولي التزام الدولة بمكافحة التعذيب والإفلات من العقاب في مسار تشهد تونس اليوم، اللي من الضروري أنه يدعم استقلالية السلطة القضائية في مكافحتها لمسألة الإفلات من العقاب.